الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن العراق بدأ عملية إعادة هيكلة المصارف العراقية، ولديه خطة واسعة لإصلاح المصارف بحسب قوله. وأكد العلاق أن التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة. ولفت العلاق إلى تكليف شركة أمريكية للتدقيق في عملية هذه المصارف، إذ تستعرض نتائجها على حكومة بغداد والجانب الأمريكي لاتخاذ قرار بشأنها. أكد خبراء اقتصاديون أن حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق قبل عام 2003 وبعدها يبلغ بحدود 70 إلى 75 مليار دولار، قابلة للزيادة مع نهاية العام الحالي 2024. وأضاف الخبراء أن الدين العام المترتب على العراق لنادي باريس والالتزامات الخارجية بحدود 35 مليار دولار، وقد يصل إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام الحالي بسبب الالتزامات والعقود الخارجية وفوائد الديون، مشيرين إلى أن هناك ديونا قديمة مترتبة على العراق والالتزامات دولية أخرى قبل غزو العراق عام 2003 تتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار. حقق خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة للأسبوع أي الثاني على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر مشابهة بنسبة 3.5%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس على انخفاض بلغ $1.64 ليصل إلى $86.51، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 82 سنتا بما يعادل 75.0 من النقطة. كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ $1.64 ليصل إلى $88.89، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت 82 سنتا أو ما يعادل 0.91%. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة بين أكثر الدول شراء للعقارات التركية خلال شهر آذار. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 47% في شهر آذار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1778 منزلا. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن في شهر آذار 1.7% فقط، واحتلت اسطنبول المرتبة الأولى في مبيعات المساكن للأجانب ب 652 وحدة سكنية مباعة، وتبعتها أنطاليا ب 618 منزلا مباعا، ومرسين ب 151 منزلا مباعا. ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة الدولية لشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك. وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن أعضاء اللجنة ناقشوا التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وأوضح الجدعان أن حاجة التشرذم الناجمة عن التوتر الجيوسياسي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، لكن بعض الدول استفادت من تنويع سلاسل التوريد الذي صاحب تلك الحالة اللاحقة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.